تباين أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات في السوق السوداء واستقرارها في السوق الرسمية بالتزامن مع عودة الحديث عن زيادة الرواتب والأجور في سوريا واستقرار أسعار الذهب في سوريا بعد الارتفاع الكبير خلال الأيام الماضية. للتفاصيل تابع معايا الفيديو للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحديث لأسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية وأسعار الذهب في سوريا ليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024. في البداية ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الخير والبركة، وما ننساش ندعي لكل إخواتنا في الوطن العربي ربنا يحفظهم ويسلمهم من كل شر يا رب العالمين. أهلا بيكم. وأصلت الليرة السورية الحفاظ على تماسكها أمام الدولار الأمريكي والعملات في السوق الرسمية، بينما تباينت الأسعار في السوق السوداء. ففي السوق السوداء تحرك الدولار بين مستويات 14850 ليرة إلى 15450 ليرة، وتحرك اليورو بين مستويات 16005 ليرة إلى 15891 ليرة. وفي السوق الرسمية بقيت الأسعار مستقرة عند 13668 ليرة في نشرة المصارف والصرافة التي تصدر عن مصرف سوريا المركزي، وعند 12500 ليرة في نشرة البنوك. وعلى صعيد أهم الأخبار الاقتصادية، قال محمد غازي الجلالي رئيس مجلس الوزراء السوري إنه لن يكون هناك قدرة على مضاعفة الرواتب والأجور أو زيادتها إلى مستويات تلبي رغبات المواطنين، وأضاف أن حكومته تعاني من أزمة مركبة وواقع معقد، وأشار إلى أن هناك إشكالية خارجية المنشأ وإشكاليات داخلية تتعلق بشكل خاص بكيفية إدارة الموارد الوطنية. وتحدث أيضا عن المحدودية الواضحة في الموارد المالية للدولة والتي تترافق مع تنامي عجز الموازنة العامة إلى مستويات غير مسبوقة، ولفت إلى أن هذه الحالة تعكس خللا في مقاييس المال والاقتصاد. وفي النهاية فإن الرواتب سوف تستمر الفترة بالشكل الذي هي عليه الآن، والأسعار مرتفعة، والمواطن يعاني صعوبات الحياة اليومية في ظل ظروف طاحنة. ورغم كل ما يعانيه المواطن من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بآمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت: بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في عدد من المدن والمحافظات اليوم الثلاثاء، سجل في دمشق وحلب واللاذقية وحماة ودرعا والسويدة وحمص أسعار تتراوح ما بين 14850 ليرة إلى 14950 ليرة. وفي محافظات إدلب وعين العرب ومنبج والرقة ودير الزور والحسكة سجل الدولار مستويات 15300 ليرة إلى 15450 ليرة. أما عن أسعار العملات أمام الليرة السورية فقد تباينت، ليسجل اليورو 16005 ليرة مبيع و15891 ليرة شراء، وسجلت الليرة التركية 431 ليرة مبيع و426 ليرة شراء، وسجل الريال السعودي 3930 ليرة مبيع و3900 ليرة شراء، وسجل الدينار الكويتي 48225 ليرة مبيع و47873 ليرة شراء، وسجل الجنيه المصري 303 ليرة مبيع و299 ليرة شراء. وعلى صعيد أسعار الذهب والفضة في سوريا فقد سجل الذهب استقرار اليوم الثاني، ليسجل جرام الذهب عيار 24 مليون و298 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 مليون و193 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 مليون و140 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 978 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2720 دولار فاصل 61 سنت، وسجلت ليرة الذهب 9 مليون و70 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 612 دولار فاصل 89 سنت.
وسجلت أونصة الفضة 499,087 ليرة سورية اللي بتساوي 33.72 دولار. وسجل جرام الفضة في سوريا 16,047 ليرة. ده كان عرض سريع لأسعار الدولار والعملات وأسعار الذهب والفضة في سوريا خلال تعاملات اليوم. لو وصلك الفيديو متوقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول، تابعني وادعمني، أنا حسين علي أقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله يحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.